بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المنتظرون أحييكم جميعا وأقبل جباعكم فردا فردا، وأبركم أنقل عظيم التحايا لشعبنا الجنوبي الحر العزيز الصابر الصامد المكافح الشامخ الذي عجز المحتل اليمني بكل أدواته على تركيعه. لقد سرني أن أخاطبكم اليوم وأنتم تدشنون مرحلة جديدة من النضال الوطني عبر انعقاد مؤتمركم هذا، بغية استكمال البناء المؤسسي للمجلس الثوري الأعلى للحراك الجنوبي الحامل الأساسي لقضية شعب الجنوب. وأجدها فرصة لأتحدث معكم عن الهم الوطني الذي جرتمونا إياه عبر مراحل طوال من عمر الثورة الجنوبية. أتحدث معكم من القلب للقلب عن الصعوبات والمعوقات التي تعرضنا في الماضي، ونقرأ الواقع سويا. الحاضرون جميعا، إن النضال الدؤوب والمثابرة في حياة الشعوب الحية عملية مستمرة ودائمة، وإن أي نضال وطني تواجهه جملة من التحديات داخلية وخارجية، سياسية واقتصادية اجتماعية وثقافية أمنية عسكرية. للتغلب على تلك المشكلات ومواجهتها يحتاج القادة لتخطيط جيد، مناورات متعددة لضمان استمرارية النضال وعدم الانقطاع والبلوغ الأهداف خاصة بالطرق. لذلك أجريت الدراسات ووضعت الرواع والاستراتيجيات المناسبة لكل مرحلة من مراحل النضال، ولم تكن النتائج التي توصلنا إليها اليوم نتائج أعمال فردية أو انفعالات لحظية أو أعمال عشوائية. إن القضايا الوطنية الكبرى لا يمكن أن تترك للمغامرات الشخصية أو لحالة طيب فردية قيادي هنا أو هناك، بل يجب أن تكون وفق أطر مؤسسية وتنظيمية، وهذا ما أتمناه خلال سيرتنا النضالية الوطنية في محطاتها المختلفة. منذ التحرير الأول من المحتل البريطاني إلى محطة التحرر الثانية التي فجرها شعبنا من خلال الحراك الوطني الجنوبي المبارك. أيها الأخوة والأبناء جميعا، إن فكرة العدو التاريخي الأبدي والتي تقوم على أساس الهجر الدائم أو النعرات الضيقة الموروثة ليس لها مكان عند الشعوب العظيمة في سفر الكبار ونموها وتطورها وازدهارها. هذا ما يقبلنا به تاريخنا الجنوبي القديم منذ الأزل وفي كل منعطفاته، بل على العكس تماما، وقد كان الشعب الجنوبي عونا ورافدا لدول الجوار ولكل محيطه الإقليمي، سواء المرتبط بالعربية اليمنية الشقيقة أو في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها. أيها الحاضرون جميعا، إن خلافاتنا في الماضي والحاضر مع أي دولة أو جهة إنما تنبع من حقنا في السيادة على أرضنا واستقلالنا وقرارنا الوطني، وإن نزال لذلك الحق من أي جهة أو سلطة كانت هو ما يحرك حقنا في النضال والرفض والمقاومة وفقا لضوابط وطنية واضحة، وليس وفقا للنعرات والأحقاد أو الأهواء الشخصية. من هذا المنطلق إن خلافنا ما قبل تفجير حرب 2015 كان مع نظام 77 المحتل لأرضنا وليس مع أخواننا المواطنين
الوسطاء العربية الغنية الذين نرتبط بهم بتاريخ الترك وأواصل غربة عميقة. كما إن أعداءنا كان حصريا مع نظام 7-7 لأنه جاء غازيا لوطننا وبلادنا، وإن ذلك العداء ينسحب على كل من يحاول أن يسلبنا استقلالنا وسيادتنا على أرضنا ووطننا. إن هذا الحق غير قابل للمساومة والمهادنة أو الاستثناء مع أي جهة مع أي دولة أو جهة كانت وفي أي زمان كان. وهذا هو المعيار الذي سيحدد صداقتنا وعداوتنا اليوم وفي المستقبل، وبنفس ضد ضوابط الماضي التي واجه شعبنا فيه كل من سولت له نفسه المساس بسيادتنا الوطنية منذ الأزل وإلى اليوم. أيها الأحبة جميعا من أبناء شعبنا العظيم الصابر المناضل، أود أن أكرر لكم ما أحطكم به علما قبل أن تصل نيران الحرب. عدن في مارس عام 2015 بقليل من التفصيل. أيها الأحبة جميعا من أبناء شعبنا العظيم الصابر المناضل، أود أن أكرر لكم ما حطكم به علما قبل أن تصلح نيران الحرب. عدن في مارس عام 2015 بقليل من التفصيل. في يوم 18 مارس عام 2015 وأثناء تحضير دول التحالف للدخول في الحرب، اجتمعت القيادة السياسية الجنوبية وأنا منهم مندوب من دول التحالف في مدينة أبو ظبي، وطلب منا مندوب التحالف خوض الحرب لإعادة الشرعية اليمنية وتنفيذ المبادرة الخليجية مقابل مخاسب مادية ودعم لوجستي فقط دون أي وعد أو ضمانات سياسية لقضيتنا الوطنية. فرفضت شخصيا ذلك، ورفضت معي كافة القيادات الجنوبية العرض المقدم لنا كونه عرض بعيد كل البعد عن قضيتنا التي نناضل مع شعبنا لأجلها. واتفقنا جميعا على عدم الذهاب للرياض أو القبول بذلك العرض، إلا أننا وجئنا بعض من تلك القيادات تجتهد منفردة وتذهب للرياض لتؤيد. يا أبناء شعبنا العظيم، إن رفضنا المشاركة في هذه الحرب بنينا على مجموعة من الحيثيات الموضوعية والتي نلخصها بالتالي. أولا، إن هدف الحرب الرئيسي هو إعادة إحدى أطراف النظام 7-7 للحكم، وإعادة صياغة التزام السلطة فيما بين ذلك النظام المحتل للجنوب. اثنين، إن وقود هذه الحرب هو شبابنا وساحتها أرضنا دون أن نكون شريكا سياسيا لأي من الأطراف. ثلاثة، إن قضيتنا مغيبة بل ويرفضون حتى تقديم وعود مكتوبة أو تقديم ضمانات مستقبلية فيما يخص قضيتنا الوطنية الجنوبية. أربعة، إرادنا ولشعبنا أن نكون مجرد أتباع لا شركاء ولمكاتب رؤيتنا لنظام صنعاء المحتل، بل وإعادة صياغة تلك التبعية وشرعنتها بصياغ جديدة تلغي حقنا في سيادتنا على أرضنا. خامسا، استشعارنا بوجود أطماع ذات أبعاد استراتيجية خارجية على وطننا ومواردنا ومقدراتنا، مع الإصرار على تغييب إرادتنا وسيادتنا على أرضنا ووطننا. إن تلك الحيثيات والتي رفضت كل القيادة الجنوبية في حينه مشاركة في الحرب لأسبابها أثبتت أيام صحة واقعية رؤيتنا، حيث أضافت الحرب مشكلات وتعقيدات
المشهد على الأرض وعلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. ما ذكر للجميع إلا أن الخاسر الأكبر كان أبناؤنا وبالذات أكبادنا. مقدرات الوطنية والبنية التحتية على وسطتها وجهتها، وإن المسؤولية على ذلك لا تتحمله سلطة صنعاء ودول التحالف العربي فحسب، وإنما أيضا أبناؤنا من قيادات الصف الثاني في الحراك الذين قادتهم اجتهاداتهم الفردية الخاطئة لخوض غمار الحرب دون دراية تامة بالأمور والعواقبها. أيها الأخوة والأخوات والأبناء الأكارم، لقد تعرضت قضيتنا وتعرضنا شخصيا خلال المرحلة السابقة لحملة إعلامية وسياسية تشويهية هدفت لاقتلاع القضية الوطنية وإقصاء مناضليها المقربين عن المشهد لإعادة تشكيلها بما يضمن استمرار إلغاء استقلالنا الوطني وسيادتنا على أرضنا. وفي هذا الصدد تم تصويرنا على أننا ابتعدنا عن المشهد السياسي والنضال الميداني، وكأننا حالة طارئة تم إزالتها من المشهد أو فضلت الانكفاء على الذات هربا من مغرم أو تربص في مغنم، وقد استخدموا في سبيل ذلك كل الإمكانيات والوسائل والأساليب من التعتيم إلى التشويه والتشهير والاعتقالات لا يشرب مناظرينا مناظر الحراك من أبناء شعبنا، بل منعنا من إقامة أي فعالية سلمية بالقوة مثل ما حدث في نوفمبر عام 2016 بمدينة المكلا. أيها الأعزاء جميعا، لقد ألغى نظام صنعاء الشراكة التي قامت في مايو عام 90 واستبدلها باحتلال مباشر في حرب صيف عام 1994، إلا أنه ظل يزعم أن تلك الشراكة في الوحدة قائمة، واستخدم في ذلك بعض أبناء الجنوب كغطاء لاحتلاله للجنوب، وقد تحمل شعبنا ذلك حتى انفجرت ثورة الجنوبية السلمية من خلال الحراك المبارك الذي كشف تلك الشراكة المزعومة والوجه القبيح لاحتلال نظام 7/7 للجنوب. إن الحديث عن أي شراكة إن لم تكن ندية أو يحترم كل شريك سيادة واستقلال شريكه لن تفضي إلا تبعية عمياء، وهو ما حضرنا منه سابقا وما زلنا. أيها المؤتمرون جميعا، إن مؤتمركم هذا هو ذروة سنام تضحياتكم، هو الإنجاز العظم في سفر النضال الوطني نحو الحرية والاستقلال، ومن خلاله يكتمل الحامل المؤسسي للقضية الوطنية، والذي بدوره سيحدد مستقبل العمل النضالي وسائله بأساليبه واستراتيجيته وتكتيكه، وبإرادة شعبية وطنية خالصة ونقية. المؤتمرون جميعا، إن إرادتكم الوطنية الخالصة ستجعل من مؤتمركم هذا قبل الشرفاء والصادقين الساعين لنيل الحريق والاستقلال التام والناجح. لذا أتركوا أبوابكم مفتوحة، وسيلتحق بكم كافة المخلصين من أبناء شعبنا العظيم الحر العزيز الذي لن نقبل أن يسلم مواطن جنوبي لأجهزة استخبارات أجنبية تحقق معه مثل ما تشاء وتقرر مصيره كيفما تريد، ولن يرضى بأن يحرم أهله وأبناء شعبه وتقيد حريتهم في المطارات والمواني، فمن اجتهد
واخطأ سيعود إليكم ولن يكون إلا سندا لكم. وختاما تقبلوا خالص تحياتنا ولن نقول دعم، وإنما إلى اللقاء قريب وقريبا جدا. الرحمة والشفاء لشهداء وجرعى العراق الجنوبي والحرية للأسرى والمعتقلين. بالروح والدم نفديك يا جنوب، بالروح والدم نفديك يا عدد.